نداء المحليات الأصايل، وبالنسبة لتخصص الإنتاج من خلال تواجد العزب الخاصة في الإنتاج، بالتوفيق لهؤلاء الأخوة المنتجين حيث وضعوا همتهم في هذا الصباح الجميل، وكذلك اختيارهم للتنافس والتحدي. بالتوفيق لكل الشعارات، لكل من حضر، لكل من تابع، ولكل من قدم جديدة في هذا الموسم. البداية والمركز الأول تتقدم الشايبة محمد بن عتيج بالهلي إلى صدارة وقمة هذا الشوط، وهي المعلنة عن تواجدها في المركز الأول. بينما مشاهدينا الاعزاء نسير الى المركز الثاني، غزر سعيد بن خلفان بن كراز السبوسي يحتل المركز الثاني. المركز الثالث يصل هنا شعار ابو ثم، شعار المتحد اللي فاز بالامس بخنجر المفتوح في ميدان الشحانية والشوط الرئيسي بالنسبة للزمول، فهنيئا لك يا ابو ثم، وهنيئا لدولتنا الفتية دائما في اظهار مواهبها في كل مكان وفي كل سباقات مميزة. طرب محمد بن سالم ابو ثم العامري في المركز الثالث. المركز الرابع وصلت الهنوف سلطان بن علي اليابوني الظاهري تحتل المركز الرابع في هذه الاثناء. بينما المركز الخامس نشوف المركز الخامس تقدمت جميلة راشد بن احمد بن عمي المنصوري يحتل المركز الخامس. والمركز السادس وصولا من قبل وصفه لعبد الله بن حميد بن سهيل المقبالي في المركز الخامس في هذه او المركز السادس في هذه الاثناء. بينما المركز السابع وصلت الهائله حميد بن محمد او حمد بن محمد بن راشد الخيال الطنيجي في المركز السادس الحفل الكريم. بينما المركز السابع نشوف هذه 1 2 3 4 5 المركز السابع. بينما المركز الثامن حاملة رقم 18، المركز الثامن ضوء حمد بن محمد بن صيون الدرعي، والمركز التاسع من الجانب الآخر دوله محمد بن خليفة بن أحمد الرميثي. والمركز العاشر مشاهدينا الأعزاء في هذا التحدي وهذا التنافس هناك في المركز العاشر، هناك تتقدم مشاهدي الأعزاء مع شعار بن كلثم الخيالي اللي هي جبارة محمد بن سيف بن كلثم الخيالي. هكذا اذا النتيجه مشاهدينا الاعزاء في التنافس الاول في مجريات هذا الشوط. عوده الى البدايه اشوف المراكز الاوليه من خلال التنافس والتحدي. يا سلام الله البدايه اذا والمركز الاول، يا سلام. الشايبه مسيطر حميد بن عتيج بالهلي لا زال مسيطر مشاهدينا الاعزاء، مقدما للشايبه هذا الاداء الجميل في ريعان الشباب. بينما المركز الثاني عندك الطنيجي ليقدم الهايله، تعود ملكيته لحمد بن محمد بن راشد الخيال الطنيجي. يلا يا الخيال، شوف وضعك وين، شوف مكانك وين. المركز الثالث متواجده طرب محمد بن سالم، وبن محمد بن سالم ابو ثم العامري. يا سلام يا طرب، غني لي طرب يا طرب. اما المركز شوف التغيير اختراق من وسط الصفوف والميدان. الشاهينيه ضحي بن مبارك بن ضحي الاكتبي الان غير، خذ المركز الثاني مشاهدينا الاعزاء. بينما المركز الثالث طرب محمد بن سالم ابو ثم العامري. المركز الرابع الغزر سعيد بن خلفان بن كراز السبوسي يتواجد على المركز الرابع. بينما المركز الخامس هذه اللي تسللت الان في هذا الموقع. الله بن حضيرم، اشعار بن حضيرم الشاهينيه لسالم بن راشد بن حضيرم الاكتبي. وصلنا مشاهدينا الاعزاء مع شعار السعاده، ان شاء الله دائما في السعاده. شوف المركز الخامس شعار اليبهوني يقدم الهنوف، سلطان بن علي اليبهوني الظاهري يحتل المركز الخامس مشاهدينا الاعزاء. سادس المراكز
وصلت في هذه اللحظات مع ابو ثم طرب محمد بن زايد ابو ثم العامري والمركز السابع، المركز السابع، شوف المركز السابع، هناك تسلل، هناك تقدم، هناك احتلال، هناك منافسه، هذه وصفه عبد الله بن حميد بن سهيل المقبالي يحتل المركز السابع بينما المركز الثامن التسلل من الجانب الاخر. يا جماعه الخير شوف شوف هذه اللي وصلت هناك، هذه وسام حمد بن راشد بن عبد الله النعيمي يتواجد في المركز الثامن، بينما المركز التاسع ياتي سعيد بن صالح بن خليده المنصوري مع منشوله، والمركز العاشر شعار بن ميرين من الجانب الاخر مع صدفه صدفه، ويا محلى الصدف وياك تلاقينا مع صدفه، ويا محلى الصدف وياك سلطان بن علي بن ميرين الكتبي يتواجد على المركز العاشر. هذه اذا نتيجتنا مشاهدي الاعزاء في اول اشواط الانتاج في هذه اللحظات، ولكن اعود الى البدايه لاتابع ماذا يدور من تغييرات. لا زالت الشايبه، لا زالت الاهلي المرموم، لا زالت الشايبه تقود هذا الشوط. حميد بن عتيج بالهلي هو الان المسيطر، هو الان المتقدم، هو المحافظ على هذه اللحظات على المركز الاول، بينما المركز الثاني، المركز الثاني يا سلام شوفوا غزر متواجد، سعيد بن خلفان بن كلال بوسي يحتل المركز الثاني، المركز الثالث عاد بن ضحي من جديد، مبارك بن ضحي الكتبي، ضحي بن مبارك بن ضحي الكتبي وتقديم للشاهينيه، لكن اشوف اشوف اللي تسللت، هذه اللي تسللت منشوله سعيد بن صالح بن خليده المنصوري، بينما وصل شعار بن منصور، وصل شعار بن منصور مع الشاهينيه، سالم بن راشد بن حضيرب الكتبي مشاهدي الاعزاء، ولكن هناك النعيمي واصل حمد بن راشد النعيمي يقدم، وسام 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 وصلت خلت المركز الثالث، وصلت خلت المركز الثالث، المركز الرابع وصلت، وصلت بن ميرين هذه خطيره صاحبه انجازات في ارضيه هذا الميدان، ولكن اشوف الحذاري والحذر من الجميع، الشايبه مسيطره، هناك تحاول وسام وكذلك وصفه، وهنا ضوة ولكن عوده الى البدايه، عودة إلى المقدمة، الشايبة وسام، الشايبة وسام، وصفة 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 وسام، الشايبة اللحظات الأخيرة، شوف من اللي بيصير، من اللي بيتحرك، ولكن عادت عادت منشولة، عادت منشولة، عادت منشولة في الركض، منشولة هذه منشولة، وسام وسام حمد بن راشد النعيمي مسيطر، لكن منشوله منشوله يا بن خريده، منشوله سعيد بن صالح بن خريده المنصوري وصفه متواجده، سلطان بن ميرين يحتل المركز الثالث، هذه النتيجه، هذه النتيجه مشاهدينا الاعزاء الثلاثيه، لكن منشوله 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 وصفه منشوله وصفه وصفه ومنشوله، والشاهينيه الثلاثيه، الشاهينيه عادت من جديد، عادوا اهالي الهيار، اهالي الهيار، الله يا بن ضحي، يا بن ضحي، ضحي بن مبارك بن ضحي الكتبي يعود مع الشاهينيه، الشاهينيه، الشاهينيه تتسلل في اللحظات الاخيره، في اللحظات الاخيره تهدي اهالي الهيار، اهالي العين، ها هي مشاهدينا الاعزاء الشاهينيه، ضحي بن مبارك بن ضحي الكتبي، اسعد الله صباحك على الفوز، اول اشواط الانتاج بالفوز والناموس والانتصار، منشوله في المركز الثاني، سعيد بن صالح بن خليده المنصوري، المركز الثالث شايبه، حميد بن عتيج بالهلي، المركز الرابع وسام حمد بن راشد النعيمي، والمركز الخامس كانت وصفة سلطان بن علي بن ميرين. هكذا أيضا وهكذا حضرنا الكريم العشر المراكز الأولى المتقدمة في نشاط هذا الصباح، في نشاط التحدي، نشاط المنافسة، ولكن كان بن ميرين أو كان مشاهدين الأعزاء بن ضحي هو من سجل لنفسه حضور في هذا الشوط بأداء الشاهينية مع وجوده على المركز الأول لضحي بن مبارك بن ضحي الكتبي هو في ناموس الشوط، 9 دقائق 16 ثانية وثمان أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس على هذا الفوز، وصباح الخير لأهالي الهيار على هذا الفوز والانتصار. بينما المركز الثاني، المركز الثاني هذه لحظات الصورة، 9 دقائق 17 ثانية 4 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس لمالك سعيد بن صالح بن خريدة المنصوري من حل في المركز الثاني.
أما مشاهدين الكرام، ثالث المراكز كانت منافسات قوية، وعادت الشايبة بعدما كانت في المركز الأول تراجعت قليلا ثم عادت من جديد بتسع دقائق 20 ثانية وجزءا وحيدا من الثانية. حميد بن عبيد بالهلي هو من حقق الانتصار في مستوى وناموسي هذا الشوط مشاهدينا الكرام. هكذا كانت النتيجة، نتيجة هذا الشوط. لكن نعود مشاهدينا الأعزاء من جديد إلى البداية، إلى بداية التنافس، إلى بداية التحدي لمشوار هذا الشوط.